تحرك يا قيس تحرك. انا نقول له ما تخليش العباد تحكي عليك في التراكن، خصوصا وان اليوم النهضه ويوسف الشاهد راهم مسيبين عليك الاعلام نتاعها باحترام الاعلاميين الشرفاء، والفيسبوك نتاعهم والغنوش سايب عليك الذبال الازرق على خاطر بديت معناتها تنافسه في الشعبيه اللي هو يحبها له. ونقول له راه الغنوش ما عندوش شعبيه ما تخافش.